سلام، مرحبا بيك في رحلة غوص إلى عقلك اللاواعي، عقلك الباطن. كيف كل مرة، اجلس في وضعية مريحة مساعدة على الاسترخاء وجد مناسبة لهذا التمرين. أغلق عينيك ونبدأ نتنفس بعمق، شهيق من الأنف ونملي الرئتين بالهواء. الزفير، نخرج الهواء ونفرغ الرئتين ببطء وبعمق. نكرر هذا التمرين 3 أو 4 مرات حتى الجسم يسترخي. علي، أنت الآن جالس أو مستلقي، تحسس جسمك تحس بوعيك، جسمك يلامس سطح معين، قدميك، رأسك، ذراعيك مسدولة من الأفضل، وتحسس هل تشعر بالحر أو بالبرودة؟ هل أنت مرتاح؟ خذ وقتك. نحبك الآن تخمم وتفكر في علاش قررت تقوم بهذه الرحلة إلى عقلك الباطن. فكر في وش يقلقك في حياتك، في شخصيتك، في تصرفاتك. فكر في الشيء اللي راك تحب تعمل عليه. من فضلك كونك صريح مع نفسك، راك بينك وبين نفسك وحد ما راح ينتقدك. الآن نغوص أكثر نحو عقلك الباطن. راح نروح ونشوف وقتاش هذا التصرف أو هذا المشكل ابدأ في حياتك. تفكر كيفاش كنت في هذيك الفترة، كيفاش كنت تحس روحك، وجرب تتفكر العواطف المرتبطة بهذيك الفترة. إذا عقلك يروح للوعي، رجعوه للاوعي. من الطبيعي إنه أفكار تقدر تقطع جلسة التأمل. هذه الأفكار
راهي فقط تعبر، خليها تمر. واصل جلسك، ما تستسلمش للأفكار أو للضجيج المحيط بك. أقعد في اللحظة الآنية. تفكر كذلك كيف تعمل على التصرف أو الشيء اللي حاب تعمل عليه. تفكر كيفاش كنت في هذيك الفترة، كيفاش كانوا العواطف تاعك في هذيك الفترة. وإذا حسيت ببعض الضغط، التوتر أو القلق، ارخي عضلاتك. راح نرخو عضلات الرأس، الرقبة، عضلات الكتفين، الذراعين، نسدلوهم، نرخو العمود الفقري، الظهر، وننزلو في الجسم حتى نوصلو للأقدام. استرخي ماكسيموم. الآن دلل نفسك بنفسك. واحد ما راح يدللك في مكان نفسك أو أفضل من نفسك. في هذه اللحظة أنت الآن هنا باش تحب نفسك، باش تعتني بنفسك، باش تستمتع بهذه اللحظة مع نفسك. كون حنين مع نفسك، كونك متسامح. خذ وقتك. الآن أرجع تنفس بعمق وببطء كما عملنا في الأول. أرجع تنفس بطريقة طبيعية. حتى ترجع وحدك وحدك وبكل هدوء وبسلام، ترجع للوعي. كرر هذا التمرين في أي لحظة تحس أنه لازم عليك تخدم على شيء قلقك في حياتك أو في شخصيتك. وعلى هذا نخليك، نقول لك المرة الجاية إن شاء الله. سلام.